غاد عيد تسأل: ماذا يجري في عندارة؟ مزيد من المشاعات تنقل إلى الملك الخاص بالتحايل على القانون، السجلات العقارية في لبنان بلا رقيب، ادعاء في بيروت بالاختلاس ومتى بقية المناطق. منير صبح تحول إلى أداة بيد غازي العريضي للتوقيع على الصفقات. مستندات تكشف لأول مرة حول سرقة أموال سجن رومي. وفي الفقرة الإنسانية حنان خالد: القضاء يساند أخي للاستيلاء على بيتي. أقل شيء إني أقعد ببيتي من صانع. مين بسمع صوتي؟ في الحلقة المقبلة من برنامج الفساد الأربعاء 9:15 مساء على الجديد